السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتابعي قناة آدم باو اش دي. إذا كنت تعاني من ربطة العنق ولا تستطيع الوصول إلى طريقة سهلة، إليك الطريقة أو بعض الطرق السهلة والغير التقليدية. وتحية خاصة أصحاب الجرافات. نبدأ عن هذه الجرافات. كانت هناك فئات من الرومان ترتدي أربطة العنق كجزء من الزي أو كرمز انتماء لجماعة معينة، وكذلك بمجلس الشيوخ في روما كانوا الخطباء يرتدون أربطة العنق كالوشاح لأجل تدفئة الحرق، وأطلق على هذه الأخيرة باسم فاسكاليا أو باللغة الإنجليزية نيك تاي. ويرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر، وبالتحديد في الفترة ما بين 1618 ميلادية إلى 1648، وهي فترة الحرب التي دامت 30 عاما، التي وقعت بين دول شمال ووسط أوروبا. وبدأ الصبي الملك لويس الرابع عشر بارتداء أربطة العنق عام 1646، واليوم تحتفل أوكرانيا بيوم ربطة العنق 18 أكتوبر. مهم، هذا مجرد تعريف، على بركة الله نشرع في العمل. غادي نوريكم هذا الجرافاتات، ها هما كل الأنواع، نوريكم طريقة سهلين. غنختارو هادي ونوريكم بعدي، نحطوهم طريقة سهلة. كتاخد القياس ديال العنق ديالك اللي ممكن يدخل فيه العنق، أسهل طريقة كتاخد هكا، أسهل جرافاتة كتخلي صبعك هنا تدور على هذه، كتجي كتدخلها وسط هنا، كتشد هذا بهذه الطريقة هذه وتدخلها في هذا الوسط هذا، وتشار هذه الطريقة الأولى، راها سهلة. غادي نعاودها، نجرب واحدة أخرى، طريقة أخرى. كناخدو بطبيعة الحال قياس ديال العنق ديالنا، كنعاودو طريقة
سارق الرسالة. تحاول تكون صغيرة. نحاول نوريكم طريقة أخرى. مزيد من الفيديوهات أمرجو الاشتراك على قناة أدم برو HD والضغط على زر الجرس لكي تتوصلون بالجديد إن شاء الله. وإذا أعجبكم الفيديو أمرجو الضغط على لايك.